أنا عندي 39 سنة، مخطوبة بقالي 6 شهور. أنا سؤالي سهل بقى وأنتوا لأ. بقالي 6 شهور خطوبة صالونات بسبب زن البيت والعيلة والصحاب، وطبعا فرصتي اللي بتقل كل سنة في الجواز. 39 سنة. لكن طول الشهور دي حاسة إنه بخيل جدا وكمان بيستغلني. كذا مره نخرج مع بعض ويخليني انا احاسب سواء في مطعم او مواصلات، وبيتحجج انه ما سحبش فلوس او نسي المحفظه. بيتحجج يعني كرشه نفس ده ما لا يعني ما كملي كملي عشان هيتحرق دمك. بيستلف مني فلوس ويقول لي لما اقبض هرجعهم لك، ومش بيرجعهم. ولما لمحت له اني محتاجه الفلوس دي زعل جدا وقال لي بكره هبقى جوزك وهصرف عليكي. والله اهدأني لو طلع ملي محمر اوكي وهصرف عليكي وفضل 4 ايام ما يكلمنيش عشان طلبت الفلوس بتاعتي. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي، وخايفه من سني اللي بيضيع وفرصي اللي بتقل، وفي نفس الوقت مش عارفه ده طبع ولا ايه، اتصرف ازاي. ده مره طلب مني اشحن له رصيد. انصح اهربي اهربي. يلا سؤالك بسرعه. لا بص اوعي تفكري، سؤالك اوعي تفكري. عمري ايه بتفكري فيه؟ انت 39 سنه حبيبتي، انت مش كبيره. وبعدين انا عندي لو انت اختي يعني وهنصحك نصيحه من القلب ليكي، اقعدي كده احسن. لا اقعدي كده احسن، ما تتقهري مع راجل بخيل. دي هتتطلق تاني يوم. لا والقهره وبكره تخليه فيه وحاطط. وبعدين ايه بقى ده صالونات وبقالك 6 شهور يعني ما تعرفيهوش ومش هيصرف على ما انتوش قصه حب عليها انه اتجوزها يعني خطبها. حبيبتي اوعي تعملي في نفسك كده ابدا. طب يعني لا 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 انا اتحرق دمي، ده انا غليت. وبعدين خلي بالك انت عندك فرص يجيلك عرسان. ده لسه مستنيه. ما هو عريس، هو نفسه عريس. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.